وهذا هو ردة الفعل الأولى، أن الحسين حينما عرض الطفل على الناس وقال لهم أسقوه ماء وإن كان الذنب ذنب الكبار فما للصغار، وانقسم الناس، منهم من يقول اسقوه، منهم من لا يقول اسقوه وما إلى ذلك. لكن ظهر في داخل هذا المعسكر ما ينبع عن طبيعة المحتوى الداخلي للقرارات السياسية والعسكرية التي حركت كل موضوع كربلاء. نحن نعلم اليوم هناك محاولات لا زالت تجري ليومنا هذا من أجل تحسين صورة يزيد ابن معاوية وصورة كربلاء، وتحويل التهمة، تهمة قتل الحسين، تحويله إلى الحسين مباشرة. وحديث ابن تيمية عليه لعنة الله بأن الحسين قتل بسيف جده وما إلى ذلك، مثل أو غير ابن تيمية، لكن هذا الحديث لما يزل يجري لحد الآن وبشكل حثيث، خصوصا من بعض الاتجاهات الموجودة في الكويت وفي الموجودة في السعودية، فضلا عن بعض بلدان شمال أفريقيا.